من وقت للتاني بنسمع ان في حد تعرض للتنمر، هو او اسرته او حد من اولاده. اغلب المتعاملين على شبكة الانترنت عندهم اعتقاد خاطئ ان هم بعيدين عن المراحقة الامنية وان محدش شاف، والسوشيال ميديا كان لها دور كبير في انتشار هذه الجرائم المستحدثة، فاصبح التنمر هو جريمة العصر. كان اغلب الناس والمتعاملين مع الانترنت بيتعرضوا للتنمر بصفة يومية، لكن طبعا في دراسات اتعملت واحصائيات وقالوا ان اكتر ناس بتتعرض للتنمر على وسائل السوشيال ميديا هم النساء والاطفال والمراهقين. والامثله على وقائع التنمر كتير جدا، يعني مثلا طفلة اسكندرية اللي اتعرضت للتنمر من قبل المدرسة بتاعتها بسبب ان والدها شغال حارس عقار، وكمان الشاب جون السوداني اللي اتعرض للتنمر من قبل مجموعة من الشباب بسبب لون بشرته، وساعتها الرئيس السيسي دعاه بنفسه عشان يحضر معاه مؤتمر كرد اعتبار ليه بعد وقعة التنمر اللي اتعرض لها جون في مصر. وكمان وقعة المهندس الصيني اللي تم التنمر عليه والاستهزاء به والاساءة اليه وتصويره بسبب ان هو من دولة الصين منشأ فيروس كورونا. كل دي تعتبر وقائع تنمر على الآخرين، وبالفعل تم التحقيق فيها والناس دي تقدموا للمحاكمة بالفعل. ومن خلال الكلام اللي احنا قلناه هقول لكم دلوقتي ايه هو التنمر بالظبط وايه هي انواعه والاثار المترتبة عليه، والاهم من ده العقوبة اللي وضعها القانون للشخص المتنمر. وكمان هقول لكم ازاي لو اي حد تعرض لتنمر او اساءة من اي نوع يتصرف ازاي. مبدئيا كده التعريف العام للتنمر هو شكل من اشكال العنف او الايذاء البدني او النفسي او الاساءة موجه لشخص او لمجموعة، بيكون عبارة عن التحرش او الايذاء النفسي او البدني او الترهيب والتخويف والاستهزاء والتقليل من شأن الاخرين والاساءة، فبيكون ليه صور كتير جدا بيعتبرها القانون تنمر او ترهيب وتخويف الاخرين واستعراض القوة عليهم. والتنمر اما بيتم بشكل مباشر او بطريق غير مباشر عن طريق شبكة الانترنت، وهو ما يعرف بالتنمر الالكتروني، وده اللي فيه الجاني بيتنمر على الاخرين من خلف الشاشات وبيعتقد ان هو بعيد عن الملاحقة الامنية. وصور التنمر كتير جدا، زي مثلا الانتقاد اللي بيتضمن اساءة او تجريح للاخرين، او المضايقات اللي بتكون عبارة عن رسائل او تعليقات بتتضمن اهانة للغير، او عن طريق تشويه السمعة ونشر اخبار وشائعات مزيفة. وطبعا كل هذه التصرفات بتعتبر اعتداء نفسي وبدني وانتهاك لحرمة الحياة الخاصة، وليها اثار سلبية كتير جدا على المجني عليه. اهم هذه الاثار الشعور بالخوف والقلق في نفس المجني عليه، والخجل الدائم، والشعور بالوحدة والعزلة، واحيانا قد يتطور الامر الى الانتحار، وده لان التنمر بيكون تأثيره اكبر على نفسية المجني عليه. عشان كده لازم نواجه هذه الجريمة بكل حس ونتصدى لها بالقانون. كلنا متفقين ان الشخص المتنمر شخص غير سوي ومجرم بكل المقاييس، ويمكن مفيش نص صريح في قانون العقوبات بيعاقب على جريمة التنمر بذاتها لانها جريمة مستحدثة، بس طبعا القانون والمشرع والقضاء بيعتبروها من جرائم الترويع والتخويف والبلطجة، ودي منصوص عليها في المادة 375 و375 مقرر من قانون العقوبات، وبيتم العقاب عليها بالحبس مدة ما تقلش عن سنة، واحيانا بتصل العقوبة للحبس لمدة 5 سنوات اذا وقع الفعل من جانب شخصين فاكثر، او وقع ضد انثى اقل من 18 سنة. ده بالاضافة لنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات او جرائم الانترنت اللي بتصل العقوبة فيها للحبس والغرامة اللي بتصل ل 100,000 جنيه، وده لأي حد بيعتدي على المبادئ او قيم الاسرية، او بينتهك حرمة الحياة الخاصة، او بيقوم بارسال صور او فيديوهات مسيئة او بتتضمن انتهاك خصوصية الاخرين حتى لو كانت الاخبار او الصور دي صحيحة. وفي النهاية حابب اقول لكم ان اي حد بيتعرض للتنمر او الاساءة من اي نوع يتقدم ببلاغ فورا، اما الى مباحث الانترنت او الى مكتب النائب العام. والحمد لله ان احنا عندنا في مصر نائب عام محترم المستشار حمادة الصاوي الحريص على تطبيق القانون، كل البلاغات بيتم التحقيق فيها وتقديم المجرمين الى المحاكمة. ويمكن انتوا لاحظتوا في الفترة الاخيرة كمية القضايا اللي تم ضبطها والمتعلقة بالاستخدام السيء للانترنت.